دايما فرحان يا اهلي باشمهندس مع هذا اللقب الغالي جدا، ملاحظاتك وفي تقديرك مكاسب الاهلي ايه؟ في 7 مكاسب. ايوه نبدا بالمكاسب الماديه. اها حصل النادي الاهلي افتح حساب الشركة طبعا على 4 مليون دولار في توقيت مهم جدا جدا جدا، لانك انت مش بس مساله ان يبقى معاك فلوس، ايوه انك تدبر العمله. فالنادي الاهلي الان مصدر من مصادر انك تدخل عمله تمام بانتصاراته. طبعا ال 4 مليون دولار دي مرشحه انها تزيد من خلال المشاركه باذن الله في كاس العالم. في كاس العالم كمان هو مكسب بيحجز لك مقعد مباشر في البطوله القادمه، وانت نويت على هذا الكلام. عندك قربت خطوه من ريال مدريد، حققت لقب وهو توقف، وعندك فرصه في السوبر انك كمان لو ربنا وفقك فيه في 4 بطولات فاصله بينك وبين الهواء، هتقرب خطوه جديده. وطبعا لو كسبت كاس العالم للانديه بال30 طبعا تحطيم الارقام القياسيه السابقه للنادي الاهلي. اي ما هو الاهلي دلوقتي بيحطم ارقامه. فوصل الى 147 لقب في تاريخه، زائد الجمال بقى انك انت هتلعب كاس العالم انديه كوره يد سله، واحنا نوهنا الى هذا الامر. فدي المكاسب اللي شكلها مكاسب مباشره من هذا الفوز. طبعا زائد المكسب المعنوي اللي احنا نوهنا اليه، كيف انظر اليك العالم. كل الانديه الكبيره دلوقتي خلاص اتعودت، انت تلقيت بايرن ميونخ تهنئته، وريال مدريد تهنئته، وليفربول تهنئته، والان مانشستر سيتي وايضا الهلال والاتحاد والوداد قبل كده، كل الانديه دي كانت بتهنيك. انت بتشارك كاس العالم 4 مرات متتاليه، وده تاريخ لوحده. الجيل ده مرشح انه يكسب، لو كسب السنه الجايه البطوله يبقى هو كمان كسر الرقم القياسي بتاع الجيل الخرافي الخزعبلي بتاع كابتن مانو جوسيه وابو تريكه، هو في تساوي دلوقتي، لكن ده انت مرشح انك تكسره. كل دي مكاسب بتخليك المكانه والهيبه لا موجوده، ولكن ايضا انت عندك مكاسب بقى اخرى من خلال مشوار البطوله نفسها. انت بدأت البطوله بأسوأ سيناريو، بتخسر في مباراه الهلال اللي هي المباراه الاولى خارج بدايه المجموعات وانت راجع في دوري المجموعات، وبعدين تتعادل، وبعدين او تكسب القطن، وبعدين تتعادل في ملعبك بشكل درامي وانت كنت كسبان، بعدين البلوى اللي بتهد حيل اي حد كانت، والتي ظن البعض انها قضت على احلام وطموحات الاهلي الجيل، وهي الهزيمه الثقيله من سان داونز، وكانها كانت الجرعه او اللطمه. يعني عارف انت ساعات كان يفوقوا الناس بيديله الم جامد، يعني الصفعه التي فوقت الاهلي. لا ده انا الاهلي استنوني بقى، انا هاخد بالاسباب، وليكن مصيرك ما بقاش في ايدك لوحدك، مصيرك ان لازم يحصل تعادل بين الهلال وسان داونز والملعب والماتش في ارض الهلال اللي هو حظوظه اكتر منك بكتير في التأهل، يعني عنده دوافع جامده جدا، ولكنك تروح كسرت 5 كسبت 4. راح الهلال مديلك النتيجه اللي انت، وهنا عايز اتوقف بقى. الناس اللي عماله تقول لك الحظ والقطر قطر، طب هو الهلال يتعادل ازاي؟
هل ده جون ممكن يتعادل بيه اي فريق؟ لا. خطأ فادح من حارس مرمى اتعمل بالكرة دي، ولولا انه تصدى وصد كرة ضربة الجزاء كان الواحد دماغه راحت بيه في حتة تانية. فهو صلح غلطته. لكن ايضا اذا كان طاهر القطر اضاع ضربة جزاء امام صن داون، فمحمد هاني اضاع ضربة جزاء قدام نفس الحارس، نفس الفريق. لو الاثنين جم كان الاهلي اول المجموعة، ما كانش يستنى حد. اذا هي مش حظوظ، هو عدم توفيق هنا وللهلال امام نفس الفريق صن داونز اللي كان موفق جدا بطريقه وضعته على قائمه المرشحين للفوز بالبطوله، مش الانتقال للمراحل التاليه. ثم تفوز على الهلال في ملعبك عشان تقول بقى لا ده انا هوصل بدراعي بقى في 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 مباراه لم يتوقعها اي محلل، ولكن جداره 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 ومباراه رائعه. فبتكسب 4، بتكسب 3، تتأهل و تيجي القرعة. فأنت عمال تقول إيه؟ الفرق الأربعة بقى دول، مين هتقابل مين؟ هتقابل مين؟ مثلا لو كنت الأول كنت هتقابل فريق أخف، ولكن لأن البطل إذا أراد أن يفوز بالبطولة وهو الهدف عليه أن يلاقي الجميع. فأنت وقعت في الفرقة المرعبة اللي عندها العلامة الكاملة اللي نتائجها كانت مرعبه، هي اللي هي الرجاء. وتستطيع ان تتجاوزها بجداره مطلقه. 0-0 و2-0. طيب. تخبط في الترجي. ثم يقودك الترجي المخضرم المنافس اللي هو بكتف بكتف معاك. ايوه. تفوز رايح جاي. فوز هائل. 3-0 في رادس. في الخارج. وفوز 1-0 هنا. 1-0 هنا. لتلتقي صن داونز حامل اللقب. حامل اللقب والذي استطاع ان يقصي صن داونز المرشح في وجهه نظر الكثيرين الاول، اللي احنا كنا طبعا ننتظر نتمنى ان احنا كنا نلتقيه. الوداد بكل المقاييس هو صاحب الخبره الاكبر في السنوات الاخيره في هذه البطوله. مع الاهلي. وهو المنافس العنيد القوي صاحب الجماهيريه الضخمه اللي لما تروح انت عندك هتحط له 60-70 ألف هيحط لك 60-70 ألف. اعلام وراه اعلام قوي جدا، وراه مسؤولين بيدعموه محليا وافريقيا هم. حتى انت تبقى تتساءل يا رب يكون خير عن غيبه هاني ابو ريدة عن المشهد في هذه البطوله. يا رب يكون خير. وتبص تلاقيه الاقجع فوزي الاقجع بيحضر التمرين بتاع الوداد في الملعب، فتقول اين نحن من هذا المشهد؟ فين انت لوحدك بدراعك؟ ولكن ما انت فوز الكل معاك في الصوره. الكل معاك في الصوره. وانا بقول للكل اصحاب الكره المصريه يا بختكم الاهلي، لان هو كان الملاذ الوحيد انكم تطلعوا تصوروا على منصات التتويج والعالم يتكلم على الكره المصريه. فمحتاج منكم نظره واهتمام من البدايه، من البدايه تراعي ان في ناس ممكن تكمل وناس، وكل الانديه المشاركه في افريقيا لازم تلاقي هذه الرعايه. لان الحقيقه ان الانديه المصريه بتسعى وبتعمل اللي عليها. كل دي مكاسب يا استاذ ابراهيم، ولكن يبقى مشاهد المباراة. ايه مشاهد المباراة؟ الحقيقة استنى ولا ايه؟ لا اتفضل. مشاهد المباراة دموع علي معلول، دموع محمد هاني، حماسة وعصبية حسين الشحات. دموع علي معلول بتقول ايه؟ يا ربي تاريخي ما كانش يستحق ان انا اتحمل خروج الاهلي من هذه البطوله. فياتي الفوز عن طريق اسامه. محمد عبد المنعم يا رب انا ماشي زي الفل، اجي على الاخر الناس تقعد تناقش هي غلطتي ولا غايه مين، ويبقى الدفاع هو المسؤول اللي ما دخلش فيه ولا جون لحد ماتشات الوداد.
فيتخش فيه جولين رايح جاي. فيأتي من هذا الثنائي صاحب هدف الافتتاح في هذه البطولة للأهلي، ويأتي بداية ونهاية علي معلول محمد عمانة في نفس الزاوية اللي سجل فيها الهدف بنفس الطريقة بنفس هو جون ماركت جيلبرتو وفلافيو علي معلول ومحمد عمانة. والتوقيت رائع لأنه عمل نوع من الصدمة المعنوية خلت أن ممكن الأهلي كان يستطيع أن يتفوق بهدفين وبثلاثة. لكن أيضا محمد هاني محمد هاني الذي أراد أن يصل ليتوج مشواره الرائع في كأس العالم ثم الدوري هذا الموسم، هو حسين الشحات نفس الشيء بال 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 بتحقيق الانتصارات، لأنهما قد نال من اللوم الموسم الماضي الكثير. وده يقودنا إلى إيه بقى؟ لعيب الكرة ما يزعلش من اللوم، لأنه هيتلقى الإشادة عندما يجيد. وإذا كنت تملك موهبة محمد هاني، موهبة علي معلول، موهبة محمد عبد المنعم، موهبة حسين الشحات، هي أتية بشرط الإخلاص والتركيز وإنك تدي الكرة والنادي ما يستحقانه من جهد وتركيز. كل هذه الشواهد يا أستاذ إبراهيم تخليك لا بتقول دي ربنا رزقنا بكل هذه الظواهر علشان الحقيقة نتعلم منها دروس لما هو قادم. ولكن الدرس الأعظم هو ما قدمه جمهور الأهلي كما سبق وأن نوهت، أنه ساب الفريق وقال مش وقته أي رغي، إحنا مش هنغلط غلطة السنة اللي فاتت، إحنا هندي الفريق كل الدعم، والدعم أحيانا يكون بالصمت والابتعاد عن أنك أنت تكون أحد المسائل الضاغطة على الإدارة أو الفريق في لحظات. يعني أنا أحيي جماهير الأهلي أولا وثانيا وثالثا قبل كل ما سبق.